احتجينا ولا احتجينا هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي في سياق تنفيذ البرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق النقابي الثلاثي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب. كما تعلمون أن التنسيق الثلاثي دعا إلى إضراب الكرامة، وذلك من خلال إضراب 23 مارس، ودعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس 25 مارس أمام الأكاديميات الجهوية في ربوع الوطن، مع حمل شارة الغضب من يوم الاثنين 22 مارس إلى غاية 5 أبريل 2021. بطبيعة الحال لماذا هذه الوقفة؟ ولماذا إضراب الكرامة؟ ولماذا حمل شارة الغضب؟ أولا لإدانة القمع الهمجي الذي تعرضت له، التي واجهت به الحكومة النضالات السلمية والتظاهر السلمي خاصة أيام 15 و16 و17 مارس، حيث تعرضت كل فئة تعليمية من قبيل أساتذة الزنزانة 10 وحاملي الشواهد العليا والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعرضوا لسياسة الزرواطة والضرب والسحل، وهذا بطبيعة الحال في مخالفة صريحة وسافرة لمقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي تكفل حق التظاهر السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم. هذه الوقفة تأتي في سياق الضغط على الحكومة والوزارة الوصية لتنفيذ المراسم المتفق عليها خلال سنتي 2019-2020، لا سيما مرسومي الإدارة التربوية ومرسوم الأساتذة الذين يعملون خارج سلكهم الأصلي ومرسوم حامل الشواهد العليا ومرسوم أطر هيئة التخطيط والتوجيه. كما كذلك تأتي في سياق دعوة الحكومة إلى إصدار نظام أساسي موحد عادل ومحفز لكل الفئة التعليمية. هذه الوقفة وهذا البرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق الثلاثي يراهن على كل القضايا التي ما زالت عالقة والتي لم تلتزم الحكومة بتنفيذها. كذلك نعمل من أجل مواصلة الحوار لإيجاد حل عادل لمشكلة التعاقد، لأن هذا النوع من التوظيف التي لجأت إليه الحكومة منذ 2016 يكرس الفئوية داخل التعليم ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي لهذا الجيل الجديد من نساء التعليم. اليوم نخوض معركة نضالية في إطار الملف المطلبي مطروح على الوزارة، وخاصة التلكؤ وعدم إخراج المرسومين المتعلقين بالوزارة المتعلقين بالإدارة التربوية. بطبيعة الحال هذه المحطة هي محطة من سلسلة من المحطات التي تعرفها الإدارة التربوية، وبطبيعة الحال ستتلوها محطات أخرى إن شاء الله. وأهم مطلب بالنسبة للإدارة التربوية في هذه اللحظة هو مطلب أولا الكرامة، ثم أيضا إخراج المرسومين إلى حيز الوجود. نحن اليوم في إطار مواصلة المعركة النضالية المعلنة من طرف تنسيق النقابي الوطني الثلاثي الـ FDT والـ UGTM والـ UMT،
اليوم امام الاكاديميه الجهويه للدار البيضاء ستات بصوت واحد نعلن استنكارنا وتذمرنا من ما وقع مؤخرا في الرباط، ما وقع من خمع همجي طال نساء ورجال التعليم من خلال ما طال الإخوة الذين فرض عليهم التعاقد. إذا نحيي كل الحضور الكريم اليوم، كذلك يتواجد معنا الأطر هيئة الإدارة التربوية. نحن ندعم محطاتهم النظام، ندعم ملفهم المطلبي القاضي بإخراج ما تم الاتفاق عليه من خلال المرسومين، مرسوم الإطار لهيئة الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا. نعلن بصوت واحد أننا مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها داخل النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. نحن دائما إلى جانب الشغيلة التعليمية وإلى جانب نضالاتها، ونتبنى بشكل كامل وتام ملفها المطلبي الشامل. ونحيي مرة أخرى الحضور الكريم الذي أتت هذا العرس النضالي أمام الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء ستات، وشكرا لكم.